غاز مروان يتعرض للهجوم بسبب نورمال، شاهدوا المزيد من التفاصيل. قبل ما نبلش بالخبر بحب لكم عيد مبارك سعيد وينعاد عليكم، وكل عام وانتم بألف خير. بحبكم. قام نورمال بمشاركة بوست عن إنجازاته، حيث حكى من خلال هذا البوست أنه واجه صعوبات كثيرة في مسيرته، والآن أصبح من أكبر صناع المحتوى العرب. ونورمال أخطأ في التعبير في هذا البوست، وغيث مروان اكتشف الخطأ وعلق عليه الله يرحمه كيف رجعت عشت. وتلقى غيث مروان بعد هذا التعليق هجوم كبير من طرف المتابعين الذين اعتبروا أن تعليق غيث مروان هو سخرية ولم يفهموا المعنى من كلام غيث، والبعض أدخل نارين بيوتي في هذا الموضوع ليقوموا بالرد على غيث مروان. ليقوم نورمال أيضا بالرد على غيث مروان بطريقة ممازحة، وعلق نورمال بي والله يا برو حطيت بطاقة الأونا، والقصة كلها كانت سوء تفاهم فقط، وغيث مروان لم يقصد بكلامه أي شيء وكان فقط يمزح مع نورمال، لكن المتابعين فهموا قصده بالعكس. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ جايز كل عام وانتم بخير وان شاء الله عقبال 100 سنة يا رب. هيك بقولوا صح؟ وعيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. بخير. المهم شباب بس حاب اقول لكم انه عمور اليوم زعلان. ليه؟ لأن ما راح اشتريت يوم العيد. صح انت عن جد من كل عالم بدك تروح تشتري يوم عيد؟ برو لازم اشتري ثياب العيد عشان احسن الدنيا عيد. قال بده يشتري مثل بنته اللبس عشان يتصور. فكرت انه هي اشتريتها للعيد ولعب فيها كره. يا ريتك ما اشتريتها فانيلا يا زلمه. من وين اخذها هاي؟ شو؟ ها؟ فلمبير ان شاء الله. اوكي سلام يا جماعه. بهاء تبدل عشان العيد؟ والله شوف هاي هاديه وابصر. شوف هاي مثلا. شوف ها تعطيني مفتاح. استنى كيف تشتغل هيك؟ نسيت كيف اشغل. شوف الله اسكر عاوت خير. ما تدفع للملعب اول شيء 20 درهم لو سمحت مشان تسكر. روح بحياة امك خلينا نخلص السوري. ما بخلص انا بالله. يلا انزل انزل يا جميل على الساحة وانت مطر كده بالراحة.